السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زاد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة باوربوينت بالعربي. في الدرس هذا حنتعرفوا أو حنتعلموا طريقة إنشاء مشروع جديد في الباوربوينت. إذا نقول بسم الله، أول شيء نديروه نفتحوا البرنامج اللي هو باوربوينت أوفيس. هذه الشاشة الرئيسية للبرنامج، طبعا ممكن تختلف بحسب الإصدار. يعني أنا حاليا نستخدم في نسخة أو الفيرجن بتاع الباوربوينت 2016. إذا تستخدم في 2013 غالبا حيكون بنفس الخلفية، وخلينا نقوله بالضبط أو تماما، لكن في حالة إنه كان 2010 أو 7 حيكون مختلف. لكن الحاجات البسيطة أن غالبا حتكون عندك شاشة هي اللي هي شاشة التمبلتس أو الحاجات اللي جاهزة اللي أنت تقدر تعدل عليها. يعني مثلا مش محتاج إنك تبدأ من الصفر لحاجات هي أوريدي أو فعليا موجودة، بس أبدأ عليها وعدل فيها. بكل بساطة إذا بالعربي أو بالإنجليزي حتلقاها بلانك بلانك برزنتيشن، إذا بالعربي حتلقاه عرض مرئي فارغ أو جديد. فبس حنضغط عليه، يعني مفيش، أو ممكن تكون إنه بكنترول إن إذا تشتغل عندك، أو إذا ما اشتغلتش بس حتدير كنترول إن، تضغط على البلانك برزنتيشن أو عرض مرئي فارغ، حتضغط ضغطة واحدة كليك حيفتح لك عرض مرئي جديد. حنا هيك درنا عرض مرئي جديد وفارغ لك. رحنا فعليا حاليا في الدروس الجايه حنتعرفوا حنستخدمه هو بس حتى نتعرفوا على باقي القوائم، لكن في الطبيعي انا كشخص او الاغلبيه طول يستخدمه في واحد من اي حد يستخدم من تمبلتس هادم. واذا انت اونلاين او على النت تقدر تبحث هنا، ومثلا عندك برزنتيشن بتعطيه في الجامعه وانت تقرا مثلا في تخصص تقنيه معلومات، بس تكتب هنا اي تي او تكنولوجي او مثلا روبوتكس او بروجرامينج، تكتب اي عباره من العبارات اللي لها علاقه بالتكنولوجيا او الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تقنيه المعلومات، يطلعوا لك العديد من التمبلتس اللي اسلوب التصميم الخاص بيهم شبيه باللي انت تقرا فيه. يعني فيهم مثلا لابتوبس او فيهم صور لها علاقة بالحاجات هي. خلينا قبل ما ننهي الدرس نتعرف على باقي الحاجات اللي موجودة في القائمة. عندنا قائمة open اللي هي فتح. نبدأ من الأول. بالنسبة لقائمة info اللي هذه هي عبارة على information، اختصار information أو معلومات، يعني حاجات إضافية مثلا كيف تحمي برزنتيشن موجود عندك، كيف تدير انسبكت البرزنتيشن، يعني قبل ما تدير له ببلش الملف هذا تشوف في حاجات او خصائص خاصه به. اسم مثلا، كان بتدير اسم للشخص اللي خدم على البرزنتيشن هذا في حاله ان اللابتوب او البرزنتيشن هذا ياخد اكثر من شخص يخدموا عليه. مثلا عندكم فريق في لابتوب واحد تخدموا به كلكم في البرزنتيشنز، فانت بتجي كل برزنتيشن بتحدد مين هو اللي يخدم فيه. بدل ما تكتبه في التصميم نفسه والناس يشبهوا من خدم البرزنتيشن، تقدر تديره هنا يعني ليكم انتم بس مش للناس الاسم هذا. او مانج برزنتيشن، باقي هذه باقي البروبرتيز للبرزنتيشن اللي انت تخدم فيه التفاصيل الخاصه به. ثاني قائمه اللي هي قائمه نيو او جديد. هنا احنا حننشئ هو هذه اساس الحلقه، هذه هي كيف ننشئ برنامج جديد، يعني كيف ننشئ عرض مرئي جديد. فاحنا حننشئ عرض مرئي جديد من قائمه جديد، يعني اما يكون بلانك او فاضي، واحنا قلنا ان في العاده في الطبيعه 90% المفروض ان ما نستخدموش، لان غالبا حيكون نقدر نستخدمه العديد من التمبلتس الموجودين هنا. احنا خلال الدروس الجايه حنعرفوا كيف احنا نصنع التمبلت بروحنا، لكن هو في العاده التمبلتس اللي موجودين في فصل الباوربوينت يكونوا كفيلين جدا ان تستخدمهم او تعدل فيهم. ده شيء طبيعي حتعدل فيهم، لكن كفايه جدا. القائمه اللي بعدها هي قائمه اوبن. احنا في القائمه في خيار اوبن هذا حنقدروا نفتحوا برزنتيشن احنا خادمينه قبل. يعني احنا حنخدمه في الحلقه هذه مثلا على برزنتيشن، وبعدين في الحلقه اللي بعدها حابين ان نرجع ونخدم عليها من جديد. بمجرد ما نفتح الباوربوينت حيقول لنا ان ناخد على مش أفت... حيفتح لي الصفحه هذه انه بنختار مشروع، فاذا نبي نخدم على هذاك الاول حنجي ندير اوبن، حيعطيني في جهه اليمين اخر 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 حاجات انا خدمت عليهم، يعني الريسنت برزنتيشنز اخر حاجات انا خدمت عليهم. لكن انا اذا ما لقيتهاش مثلا خادم عليها قبل شهر، وخلال شهر هذا خدمت هلبة حاجات جديده، فبس ندير براوز حيفتح لي الاكسبلورر بتاعي او المستكشف بتاع الملفات. نقدر نختار البرزنتيشن اللي انا نبيه، حيفتح لي البرزنتيشن اللي انا كنت نخدم عليه. القائمه اللي بعدها اللي هي سيف وسيف از وغيرهم حنحكي عليها في دروس قادمه، يعني كيف نحفظه، كيف
ناخذ مشروع وغيرها. فببساطة نقدر نقول ان الدرس هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة لكم. ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.